ابن الذبيحين. محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين، فسيدنا إسماعيل جد النبي، ابن سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم الذي رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. فرؤيا الأنبياء حق، وعندما امتثل النبيان عليهما السلام لأمر الله أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ذبحا عظيما فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. وأما قصة والد النبي عبد الله بن عبد المطلب فهي قصة غريبة عجيبة، وكان يجب أن يذبحه أبوه عبد المطلب لولا العناية الإلهية تطبيقا لنذر عبد المطلب. وقصة هذا النذر أن عبد المطلب جد الرسول لم يكن قد أتاه ذكور، فنذر إذا جاءه عشرة من الذكور ذبح أحدهم. وبعد أن رزقه الله بعشرة من الأولاد جاء مناد من أهل قريش وذكره بالنذر وهو عند الكعبة، فقال عبد المطلب: النذر النذر. فراح إلى القدح ليقرأ ويختار أي من أولاده يذبح، فوقعت القرعة على أصغر أولاده وأحب ولد على قلبه وهو عبد الله أبو الرسول الكريم. ولما ضاقت عليه الأرض بما رحبت أشار عليه سادة قريش وهو سيدهم وكبيرهم، وكان عبد المطلب يلقب بالفياض، وهذه دلالة على سخائه بالعطاء. المهم أشاروا عليه أن يذهب إلى يثرب إلى سجاح، وهي عرافة مشهورة في جزيرة العرب، وقالوا له: اذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فاسألها عن ذلك، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه فاذبح، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته. وعندما وصلوا عند سجاح قالت لهم: كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل، وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا على الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة. فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله وعشر من الإبل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا، فلم يزالوا يزيدوا عشرا عشرا، ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل ماء، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، وبهذا نجى الذبيح الثاني وهو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحر عبد المطلب ماءة من الإبل فداء لعبد الله والد النبي، حتى أن وحوش الصحراء والطيور الجارحة شبعت من فداء أبي سيد الخلق محمد بن عبد الله.